أنت تسأل والمفتي يجيب. سائل آخر يسأل: هل صيام 6 أيام من شوال يجزئ عن القضاء؟ أقول: لا، القضاء فرض، وصيام 6 أيام من شوال مستحب عند من يقول به. هنا لابد أن أبين أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والسادة المالكية، جمهور السادة المالكية، قالوا صيام 6 أيام من شوال ليست مستحبة ولا سنة، بل الفقهاء كانوا ينصون على أنها مكروهة. ونقل في ذلك كلام عن، نقل لنا يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ كلام عن الإمام مالك رحمة الله عليه، أنه قال: ما رأيت أحدا من العلماء ولا من الفقهاء يصومها، ولم يكن السلف يصومونها، وكان ينهى عنها خشية أن يلحق برمضان ما ليس منه. لكن المتأخرين من السادة المالكية قالوا: لا بأس أن يصومها الإنسان على وجه الاستحباب، لكن بشروط منها أن لا يكون هذا الذي يصومها من العلماء الأعلام الذين يقتدى بهم، حتى لا يظن العوام أو عام المسلمين أو الذين لا، وهذه العلة هي سد الذريعة على كل حال. فإذا انتفت سد هذه الذريعة وهي أن يعتقد العوام أنها من رمضان فلا بأس. ولكن مع الأسف الشديد بعض العوام ما زالوا يعتقدون، بعضهم يفطر يوم العيد ويصبح غدا صائما ويقول: أنا لم أعيد بعد. وهذا الذي قصده الإمام مالك، هو أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه. فإذا كان الإنسان غير مقتدى به، يعني غير عالم، ولم يصلها برمضان، وصامها متفرقة، ولم يصومها متتابعة على أن السنة أن تصام متتابعة، فلا بأس بصيامها كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. فإذا انتفت جمهور علماء الإسلام، فإذا انتفت هذه العلة وهي علة سد الذريعة، فلا بأس إذا صامها الإنسان. لكن لها تغني عن قضاء رمضان؟ فلا، لا تغني، لا بد قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان فرض ويجب، يجئ له نيته الخاصة لا بد أن ينويها. أما صيام 6 أيام شوال كما ذكرت فهي مستحب ولا تجزئ عن القضاء. ما يقدرش الإنسان يصوم 6 أيام من شوال ويعدها من القضاء نتاع رمضان، ما ينفعش. وعلماء نقلوا حتى به يدخل 6 أيام ينوي القضاء وينويها معاه ما يجوش، لأن الأعمال بالنية، لابد من أن ينوي لكل عبادة نيتها الخاصة.